معايا الاستاذه خديجه من القاهره بتقول زكاه المال بتاعي كانت عندي مبلغ كبير واعطيتها لحد معين فاكتشفت انه ما يستحقوش. طيب المهم على الظن الاول، فلذلك احنا بنقول للساده المشاهدين الواحد يتحرى الفقير حقيقه او المسكين في اعطائه الزكاه. ولذلك احنا قلنا الفقراء والمساكين كتير منهم الحيطان مدرياهم، فنبحث عنهم، لا يسالون الناس الحافة، ولكن هي غلب على ظنها ان ده يستحق الزكاه فاعطته الزكاه، فتبين انه غير مستحق، خلاص يبقى هي بنيتها الاولى ودي الزكاه محسوبه، وده الراجح من المذاهب. بعضهم بيقول لا تخرج زكاه ثانيه لانها اخرجت لغير مستحق في واقع الامر، بس احنا بنقول انها هذه الزكاه تجزئها لانها غلب على ظنها في الاول ان ده يستحق الزكاه. واحده قدرت ان هي تطلع غير المبلغ الاولاني ده، طلع حد مستحق تطلع، ما طلعتش ناخد بالمذهب اللي بيقول تجزئ هذه الزكاه.